والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله على قلوبهم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين فالحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين، واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة ختمات القرآن العظيم، وأكرمنا بكرامة ختمات القرآن العظيم، وارفع درجاتنا بفضيلة ختمات القرآن العظيم، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختمات القرآن العظيم، وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختمات القرآن العظيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين، أنت مولانا فانصرنا على القوم المرتدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. تحصنت بذي الملك والملكوت، واعتصمت بالعزة والجبروت، وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت. دخلت في حرز الله، دخلت في حفظ الله، دخلت في أمان الله، بحق كاف ها يا عين صاد حميت، وبحاميم عين سين قاف كفيت يا رب العالمين. تقسمت بذي الملك والملكوت. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب من يقربني إلى حبك. اللهم احفظنا من شر النفس والشيطان، واحفظنا من شر الجن والإنسان. اللهم احفظنا من شر النفس والشيطان، واحفظنا من شر الجن والإنسان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد المؤمنين وأذل الشرك والمشركين. اللهم قهر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واكتب الصحة والسلامة علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك وجرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا رب العالمين، okunan hakkı şeriften, yapılan konuşmalardan, salatü selamlardan hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bizzat Hace-i Kainat Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu âlilerine hediye edelim, vasıl eyle ya Rabbi. Şu mecliste toplandığımızdan ruhu Resulullah'a haberdar eyle ya Rabbi. Ali Ezvacı Tahirat, Ashab-ı Müziğin Efendilerimizin, Nebiler Silsilesi, Sadat-ı Rıza Hazaratı'nın, ahirete intikal eden aba ve ecdadımız, akraba ve taallukatımız, ahbab ve yaranımız, bizde hukuku olanların, şu kabristanda ve dünyada metfun bulunan bütün mümin müminatın, Müslüm Müslümat'ın ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi, ulaştır ya Rabbi. Cümlesinin günahlarını mağfur, ruhlarını mesrur, kabirlerini pür nur eyle ya Rabbi.
anlar adedince de bizlere affı mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Şu mübarek mekanda senin nazlı kulların yaptığı